الاسم ديالي وجدان قرياط، العمر ديالي 26 سنة. بالنسبة للحالة العائلية متزوجة وعندي وليد عنده 4 سنوات. كان عاني من واحد المرض اللي هو نادر، اسم ديالو التليف الرئوي، أو كما كنسميوه بالدارجة ديالنا يعني تشمع الرئة. دابا اكتشفت المرض ديالي تقريبا 4 سنوات. مهم، أنا أول مرة بدأت علي الأعراض كنت حاملة بولدي، كان عندي 4 شهور في الحمل. بديت كنحس بواحد الكحة ناشفة والنهجة بدات كغدا وتتكثر، ومن بعد يعني فاش غنولدوا هذا ودرت سكان عاد اكتشفت ان عندي تليف رئوي. اول حاجة انا فاش مشيت عند الطبيبة ما عمري ما كنت، انا اصلا كنظن غيكون عندي شي مرض بحال هكا. فاش اول مره مشيت عندها شافت الاعراض، شافت الراديو، بعد اول حاجه هي بنفسها الراديو خلعها، وهي شكات اول حاجه شكات فيها هو السل. يعني في ديك اللحظه انا يعني بالسذاجه ديالي كيما نقولوا بحال هكا اعتقدت ان السل شي حاجه خايبه بزاف وتخلعت، ودرنا تحاليل لاخرين وهذا. لكن مع يعني الهدابة حاليا كنقول يا ريت لو كان السل دغيا كيتعالج، ولكن مع كامل الاسف ما كانش السل، كان تليف رئوي او تشمع الرئه اللي الحل ديالو الوحيد هو زرع الرئه. الحمد لله. يعني كيفاش كيعبروا لي الاكسجين، راه نقولها بهذا المعنى، راه انا حاليا انا دابا عايشه غير بشي معجزه من الله سبحانه وتعالى. يعني ديك النسبه ديال الاكسجين لا شافها شي طبيب يعني في البلاصه كيتخلى. يعني حالتي الصحيه حاليا ما كتستدعي انني نبقى دايره الاكسجين 24 ساعه على 24. كاينه هاد الاله اللي هي ديال كتخدم نيشان في الضوء، وكاينه الاخرى متنقله، وبجوجهم غاليين. الله يجازي بخير المحسنين اللي كيعاونونا، الله يجازيهم بخير، ويعني هما اللي كيدخلوا كيعاونونا شويه الحمد لله. لانني انا صراحه بغض النظر على ان زعما الكرا والمصاريف ديال الكرا والدواء وداكشي، واني بحال هادشي كيجي صعيب بزاف، حتى واحد ما يقدر زعما يستحملو الحمد لله. صراحه الامنيه ديالي الوحيده هو انني انا زعما نقدر ترجع لي صحتي من جديد، وما نبقاش نعيش دوك اللحظات ديال اللي كنت خنق فيهم. لانني الصراحه انا ديما كنقولها وكنقول الناس المراد ولا اللي عندهم شي ابتلاء، خليكم قويين، خليو عندكم امل. ولكن فاش كتجيني ديك اللحظه ديال الاختناق ولا كنتفكرها الصراحه هي اللي كتجي صعيبه بزاف، لانك باش تعيش الاحساس ديال الموت ماشي مره واحده في النهار، وانما صباح وعشيه. فكنتخنق بزاف، كنحس بان اي شي واحد كيقجني بهذا المعنى. ما كيبقاش يوصل لي الاكسجين، كلي كنزراق، الدقات ديال القلب كيطلعوا. صراحه زعما هاد الحاله ما تبغيهاش حتى شي انسان يتمنى لي هاد الحاله. كنتمنى الله سبحانه وتعالى يعني يرزقني صحتي من جديد، ولكن باش زعما الحل الوحيد اللي عندي هو نزرع عليا. فكنتمنى اي واحد يعني شاف الفيديو ديالي، سواء مسؤول او المحسنين، وكنتمنى صوتي يوصل حتى صاحب الجلاله يعني وين ساندوني. انا في يعني في حاجه ماسه نزرع عليا في اقرب وقت، في اقرب وقت ممكن كيقول الطبيب. وفعلا لا شفتوا الوراق ديالي وشفتوا الريه ديالي كيفاش الحاله ديالها دابا، كتعرفوا انني حاليا عايشه غير بمعجزه من الله سبحانه وتعالى.